وللحديث أكثر عن توجه كندا وهولندا لرفع دعوى ضد بشار الأسد بمحكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب انتهاكات وجرائم حرب ضد السوريين، معنا من باريس المختص بالقانون الدولي الجنائي الأستاذ المعتصم الجيلاني. السلام عليكم. أهلا وسهلا بك. حياكم الله. جرائم الحرب في سوريا أمام محكمة العدل الدولية، كيف وصلت الأمور إلى هذه النقطة؟ وما أهمية هذه الدعوة التي سترفعها كندا وهولندا ضد بشار الأسد ونظامه؟ طبعا أول شيء هذا جهد تشكر عليه كل من هولندا وكندا اللي بدأت العمل فيه المملكة الهولندية بمنتصف العام 2020، وانضمت لها كندا بمارس 2021. قدمت شكوى بشكل مباشر أمام المدعي العام لمحكمة العدل الدولية عن عدم إيفاء الحكومة السورية بالتزاماتها بما يخص اتفاقية مناهضة التعذيب، وهو أحد اختصاصات وصلاحيات محكمة العدل الدولية. ومحكمة العدل الدولية عبر المدعي العام باشر وأرسل المذكرة للحكومة السورية التي قبلت المراسلة وأبلغت المحكمة أنها سترد على الحكومة الهولندية. وطبعا بعد 9 أشهر وصل رد الحكومة السورية ولم يكن مقنع، فاتفقتا الدولتين على تقديم الشكوى بشكل مباشر بعد اتفاق أول شرط اللي هو الوصول إلى الحكومة السورية. طيب، من وجهة نظركم كمختص بالقانون الجنائي الدولي، كيف سيكون مسار هذه القضية التي سترفع أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي؟ هل نحن أمام محاكمة فعلية للنظام أم شكلية؟ طبعا اليوم نحن يعني هي احد ادوات التقاضي الدولي الاستراتيجي الذي ياخذ وقت جيد في عمليه التحقيق والتحقق من المعلومات. طبعا سيتم لاحقا استدعاء الحكومه السوريه للامتثال امام المدعي العام وامام المحكمه، وايضا لتقديم استجواب عن المذكرة القانونية التي تخللتها الشكوى التي تقدمت فيها كل من هولندا وكندا. وسيكون أيضا هنالك جلسة استماع لهولندا وكندا منفصلتين كل واحدة على حدة، وسيكون هنالك قرار من قضاة التحقيق والقاضي رئيس المحكمة. طيب، ما أهمية هذه الدعوة بالنسبة لملف المعتقلين وكذلك ملف التعذيب في سوريا، لا سيما مع تولي محكمة لاهاي هذه المهمة؟ يعني اليوم نحن يعني منذ 12 عام إلى اليوم ما زالت المأساة مستمرة، ما زال الاعتقال موجود، ما زال التعذيب موجود. التقرير الأخير للجنة التقصي على الحقائق الخاصة في سوريا الذي صدر في العام 2022 ذكر وجود ما زال وجود منهجية التعذيب المستمرة في سجون النظام السوري. يعني لم يحدث أي فارق إلى الآن، فلذلك لا بد من تدخل قضائي دولي للحد وإيقاف تلك الانتهاكات داخل السجون. طيب، ما الإمكانية الفعلية حاليا لتحقيق اتخاذ تدابير طارئة من شأنها حماية السوريين المعرضين لخطر التعذيب داخل سجون النظام السوري إلى أن يتم البت في القضية المقدمة؟ طبعا التدابير المؤقتة الممكن يتم إجراءها وهي إلزامية حسب النصوص التي وضعت النظام الداخلي لمحكمة العدل الدولية تلزم الدول بتطبيقها. وقد يكون هنالك قرار عاجل من المدعي العام لمحكمة العدل الدولية بإلزام الحكومة السورية بتطبيق تلك التدابير المؤقتة التي يوجد فيها خطر على حياة معتقلين، وهذا أكيد بكل تأكيد سيكون خطوة لإيقاف التعذيب وتأكيد على الممارسات المنهجية للتعذيب التي يقوم بها النظام السوري. وفق هذه الصورة التي ذكرتها، ما سيناريوهات هذه الدعاوى وهذه القضايا؟ هل يمكن أن يصدر حكم سريع فيها؟ وما خطورة أن تطول مدى المحاكمة وهناك يعني معتقلون يعني ينالون التعذيب أو يتعرضون إلى تعذيب مستمر منذ سنوات؟ طبعا اليوم نحن بدنا نفرق نقطة كثير مهمة، انه محكمة العدل الدولية صحيح هي اعلى الهيئات القضائية الأممية، لكن هي ليست محكمة جنائية، اي انها لا ليست ملزمة
لا تحدد المسؤولية الجنائية الفردية على الأشخاص، بل هي تقوم بتحميل المسؤولية الجنائية الجمعية على الدول، أي أن هنالك ممارسات لدى الحكومة في سوريا، والمسؤولة عنا هي الحكومة السورية التي يجب أن تلتزم باتفاقية مناهضة التعذيب وضروب المعاملة اللا إنسانية، وبالتالي سيكون هناك سبق قضائي يمكن الاستفادة منه لاحقا في عملية تقاضي هذا النظام، وأيضا يقف حجرة أساسية في عملية تطبيع السياسي مع النظام السوري. يعني لنقل ماذا لو أدين فعلا النظام السوري وكل أركان النظام السوري حقيقة بالتعذيب وهذه الممارسات كلها في الحرب؟ طبعا حيكون له تأثير مهم في حال إدانة، وأنا أعتقد أنه سيكون هنالك إدانة بعدم تطبيق وعدم التزام الحكومة السورية باتفاقية مناهضة التعذيب، وهذا بيأكد للمجتمع الدولي كله أنه لا يوجد لا من غير المنطق ومن غير المعقول أن يكون هناك مستقبل سياسي لهذا النظام. نعم. وبالتالي سيكون هو حجر أساسي، أعتقد سيكون خطوة مهمة جدا للعدالة الجنائية مستقبلا في تاريخ سوريا. طيب هل هناك جهة ممكن أن تلزم النظام السوري بتنفيذ هذه القرارات كأن تكون عقوبات أو غيرها؟ أكيد بكل تأكيد، أول شيء المحكمة هي ملزمة للنظام للحكومات، وإن رفضت الحكومة السورية سيتم تمريره إلى مجلس الأمن وتحت البند السابع أيضا. نعم. من باريس المختص بالقانون الجنائي الدولي الأستاذ المعتصم الجيلاني، شكرا جزيلا لحضوركم معنا.